ولا ما يجنن يعني فرج فرج تعرفين مي يعني كنا طعمه شنو فراولة يعني فراولة. الله تيبه يا ابو يغري اقل شن هذا اول رمضان اصوم بي ليش تسوون بي ليش تادني افطر يعني وين مثلا ناكل بالمطبخ اي بالمطبخ لعد ياكل وين ياكل غير بالمطبخ جينات شن ناتل يمك حتى الشهيج تدون حرام وهيك سوون هسه شلون اقدر اصوم هاي اول مره بحياتي اصوم تعالج روحن كافي لا تحقن روحن شكو بابا شبيك صايحن بابا انا صايمه وهذني شهن بيه وكان شنو هاي السالفه مالك انت تعبانه انت ما صايمات تخبثن عليه ليش يلا عفنا بحالها هاي اول سنه صوم وبعد ممنوع تسوون هاي الخباثه مالك لا بس يلا سويها لا تهتمين حبيبتي ما باقي شيء كلها فد 7 ساعات 8 10 15 ويجي الفطور تفطرين وترتاحين وما باقي لك كلها 29 يوم ويخلص شهر رمضان وان شاء الله تصبرين لان انت سباعيه ومستحيل تفطرين ولا تخلين احد يلعب بعقلك ويخليك تفطرين لازم تصيرين سباعيه ماشي اخ عطشت كلش أصفت مو صايمة لا تشبين مي أمنيتي في يوم من الأيام وأنا صايمة أشرب مي أو أكل بالغلط هسه تاني جاب كان حظي والله تعبت من الصيام هاي أول مرة أصوم بحياتي بعدك صغيرة وينك وين الصيام فطرة سليك يما أنت منو أنا أحب أخلي الأطفال ما يتعذبون بالصيام فطري شبيك فطري بس ما الصيام كبرت ولازم أصوم لك بابا اكلي لك شوية لقمات وشرب مي ما حد يشوفك بس رب العالمين يشوفني إيه بس راح يعذرك لأن لازم شوية تحلين تشربين مية أنت بعدك صغيرة ما حد يحاسبك ها إيه والله حكيك صحيح بس هسه شاكل ما حد طابخ انا ساعدك ودي ريدك شنو هاي عم التساحر مشكله طيب خلها كلها لا ما اكل خلى الصوم هي باقي كم ساعات لكن ما يفيدني خلى اخذ لي حسنات غير غبيه انت صدقيني افطرك افطرك وراش ما خليش تكملين اليوم صيام ولازم اخليك تفطرين دروح لو شو سوى ما أفطر لازم أصوم إنه جميل ولذيذ يعني يخبص تبقى طيب على العاد الصايبينه وأنا جوعان وكافة شهون بي دورت تشي شبع بشدة يلا تشي شبع يمي مرديف ما يخبيني تخاشو كالتمن وريح بلاعينك بيها انت راح تموتين من الجوع طعوك صار اصفر صدق انا جوعان وانا طيب لا لازم اتحمل الصايم لازم يصير قوي ويتحمل هو الفطور ايش باقي لا ممكن تعرف دي السفاحه والتقاله مو جايه يعني فوق الجوع اللي انا بيه ولو بتن علي راح نوحل منا أفدوسة تعي خذي السفيفيحة برتقالة خلي حلقك انت حلقك هسه تلقينا يابس من العطش والجوع دخليك شوية لا مستحيل يكون هاي حقيقة اكيد جاي تغوال من الجوع والعطش لازم اتحمل لازم اصير قوية بابا انا تعبت راح افطر اذا فطرت يوم واحد متعمده تعادل صيام شهرين لازم تعوضين هذا اليوم بشهرين لان هذا الشهر به هواي حسنات وبه هواي اجر رب العالمين راح يضاعف به الحسنات ماشي بنيتي لا انا مو عصبي لا مو عصبي انا ريلاكس واخري والله موتيني واخري ترى اكذب شو شل اعذانات ايش هسه ها مش بك تعال خوي الهوى هاي ذبانه موتتني سودنتني هسه انا مو عصب واني واضح مو عصب واضح
عمو اجى رمضان وجت العصبية، عود ليش كذا تتعصب برمضان؟ من قال لك انا عصبي؟ ها؟ من قال لك انا عصبي؟ اصلا انا صايم ومتحمل واخذ مني لا اموتك. لا دغيد لا اعصابك. نرجوسه انا مو عصبي قلت لك. هختبرك اشوفك عصبي لو لا. يعني شلون تختبريني بالله؟ عمو تدري مرتك مسوي بس شوربة عدس على الفطور؟ بس شوربة عدس؟ اي بس شوربة. صايم ايش كم ساعة؟ بس شوربة عدس افطر بيها؟ وين هي؟ وين هي؟ عمو تعال تعال هذا اختبار مال العصبية. لا دريد اعصابك. عفوني ولك دريد دريد لا دريد شوربة عدس؟ شلت مو قلت ما اتعصب. ايش سويت؟ شو وقعت؟ عمو شوف انت عصبي. زين شو سويت؟ يعني شو تسوي؟ اشرد لان بس تقعد راح تفرش المواعين على راسك. اشرد اشرد اشرد. خلي نام لان بس ابقى قاعده افطر. او لا خلي اقرا قران. هم اخذ حسنات من الصيام وهم حسنات من القران. هذا شهر رمضان انزل فيه القران لازم اقرا قران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بابا تاكل ايش تاكلين؟ تعالي كلنا بعد نصب عليه هسه تاكلين واحنا صايمين كل شيء ماكو بس مباراة ليش نحترق قلوبنا؟ وين نرجع؟ نرجس نرجس تعاي. ها بابا كنت اصلي. بابا شلون جيتي؟ فطرتي وتلحقين على الصلاة؟ بابا ما يصير لازم نصلي الصلاة بوقتها لأن واجبة. وقفوا ما يصير لازم اقرأ الدعاء مال رمضان. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ولصومي غد نويت. يلا توكلوا والله. شنو هذا حلو؟ حلو هذا بيه شكر هواي ما ادري حطين شكر. بابا احنا حطينا شكر تعبانا ملح. وش نقفل؟ خربتين الفطور علينا. اقفل كبر. راح الفطور علينا من الصبح ليس متضى الفطور وميت من العطش والجوع وبلغي روح الفطور هيك. وكتبوا لنا بالتعليقات انتم صايمين لو فاطرين ولشان تعال خربت الفطور علينا.